عسلامة مسيو. عايشك مرحبا. عسلامة. عايشك بيك أكثر. عايشك مرحبا بيك. يظهر لي توا مسيو نجمو نسألوا توانسة على تقييمهم لسنة 2023، كيفاش تعديت على التوانسة؟ تعديت صعيبة شوية. من ناحية شنو؟ من ناحية النقص في برشا مواد، فهمت ولا، تعبنا شوية، ما إن شاء الله بقدرة ربي قاعدة تمشي الأمور بشوية بشوية. وربي يفرج علينا، وأنا الناس كل لازمنا نعاونوا بعضنا، من الدولة للمواطن للخدام، ونصربوا على بعضنا شوية ونقصوا شوية من الرغبة ونقف ذي بلادنا، فهمتي ولا، يلزمنا الناس كل نقفوا مع بعضنا، فهمتني ولا، ورب ان شاء الله يمشي على السلاح، ان شاء الله ربي يمشي على السلاح. شنو تعلمت سنة 2023؟ شنو الحاجة الإيجابية اللي خرجت بها؟ والله العظيم من 2023 تعدى صعيب شوية، ما تعلمنا يلزمنا نصبروا، تعلمنا يلزمنا نصبروا مع بعضنا للبلاد، وذي بلادنا، وزينا مغلطنا في الفترة القديمة، وما عادش نحبوا حاجات تبدل علينا، يزي فيه البركة اللي صار يزي، توا يلزمنا نصبروا كل مع بعضنا على بلادنا، ونقفوا كل مع بعضنا، واللي الخدام يلزموا يرجع يخدم على روحه، والناس الكل تقف مع بعضنا باش قدرة ربي، خاطر باش تتعدى الأمور بقدرة ربي بالكدا بالكدا إن شاء الله، حسب مرات توا قاعد اللي ماشيين في ثنية صحيحة، وبقدرة ربي الناس الكل تتعاونوا مع بعضها، من الخدام للمواطن البسيط، الناس الكل تمشي مع بعضها، ما نعطلوش بعضنا لا في إدارة لا في راهو صف في كوشة، الناس الكل ترغب وتقعد تجري وتحب كذا، الرقص من الرغبة، وبقدرة ربي كل شيء ماشي إن شاء الله، راهو في ثنية ماشية بقدرة ربي في ثنية صحيحة، بقدرة ربي. مسيو لو تحكي لنا شنو أحسن حاجة صارت معك عام 2023، ولا أخيب حاجة صارت معك 2023؟ أي 2023 الحاجة اللي فرحان بها، اللي معناها غديت قرات في الخدمة بتاعي. إن شاء الله مبروك عليك. في عمرك، ونجاح الأولاد في المكتب، فهمتني ولا لا، ونجاحهم وإن شاء الله من الذرية صالحة، هذاك اللي فرحان به أكثر حاجة. أخي بحاجة شنو صارت؟ ما هي أخي بحاجة ما صارتش كان ليك أنت، كان صارت للتوانسة الكل والشعوب العربية الكل، اللي هي الحرب ضد غزة، هي معناها أخي بحاجة صارت 2023. أخي بحاجة هي فلسطين ونشوفوا فيه، ما تنجمش تعشى تتفرج في التلفزة، ما تنجمش تعشى تقوم مريض، أنا واحد من الناس نقوم مريض، أصلا ما عندي حد شيء ونقوم مريض، نقوم مريض. أثرت على الحالة النفسية متاع التونسي. أثرت وماناش فرحان. عربي ومسلم. احنا باللي قاعد يصير حتى في دارك متهني وولادك، كما كنت نحكي لك ماكش فرحان، ما فما حاجه نقصتك اللي هي فلسطين. انا واحد من الناس والله العظيم اللي عاد نتفرج فيها التلفزه، ما عادش نجم نتفرج اللي قاعد يصير، معناها باش نرجعوا الامه الاسلاميه كلها لاباس بقدره ربي. اما فما حاجه اللي مفرحتنا زاده اللي ما نسواش، هو القرارات اللي خذاها الرئيس الجمهوريه. كل صراحه انا ماني سياسي ومنحب السياسه، اما قيس سعيد كل صراحه نورنا وهزلنا رؤوسنا بكل صراحه قدام كل الشعوب، بالرغم من امكانياتنا العسكريه، امكانياتنا الماديه، غذا قرار اللي التوانسه الكل هزين رؤوسهم الفوق، هذيك خسرنا حاجه ما فرحانين بحاجه اخرى، اللي الدوله وقفت. انا واحد من الناس صابت للمظاهرات وعيطت وتفرهدت، على الاقل خرجت اللي عندي الكل من الغش خرجته، وان شاء الله ربي ينصر الامه الاسلاميه ويحرر فلسطين بجاه النبي. احنا على الاقل انا دوله، فهمتي ولا، ما عندنا حتى شيء مادي، فما دول في الخليج اللي عندها الامكانيات الكل وعندها الفلوس وعندها كذا، وهنا نتفرجوا فيهم كيفاش مسكرين على خيانه. فما دول عربيه، فهمتي ولا، واسلاميه عامله حفلات وقت اللي معناها الكرتوش ياكل في غزه، لا حشم ولا جعر، وطلعوا منهم فهمتني رئيس دوله قال باش نمشيو توا نعملوا نص ساعه ماكله، معناها عندهم قلوب باش يمشيو ياكلوا، وعندهم قلوب باش يعديوا فن. دولة مش لازم نسميها في ظل أطفال قاعدة تموت، عباد ميتة بالجوع، حصف أطفال وكذا وكذا، وهما قال لك باش ناخذوا نص ساعة، والقمة العربية اللي واحد ما عادش يحب يقول أنا عربي، ما عادش ننتمي له، ما احنا واحد من الناس كتونسي خويا، ما ننتميش للعرب، هذوما ما ننتمي لهمش، أنا ننتمي كالتونس هكا هو، فهمتني ولا، نستناو في برشا مبادرات. احنا خذينا مبادرة وتبرعنا بالدم وعطينا اللي عنا باش ربي يفرهد على خيانا فلسطين، وما ترجع التوانسه لاباس، نقول انا من هنا باش يرجعوا التوانسه كل لاباس، راه الا ما تتحرر فلسطين، نمشي ونقضي ونخرج ونتعشي وناكل، ما ديما عنا مشكله قاعده تنا اللي هي فلسطين. انا حتى ولادي من اليوم نفهم فيهم ونوري فيهم اللي راهو فلسطين هذيك، راهي هذيك نتاعكم، راهي فلسطين هذيك، راهي بلادكم الثانيه من بعد تونس، احنا عنا فلسطين. الفرحه ما تكمل كان مع النصر. حتى الراس العام ما يتعداش ومش باهي كان الا ما تحرر فلسطين. احنا تو تونس، انا كتونسي ونعرف التوانسه الكل كيف يعني خمو، ما عندناش راس عام احنا في تونس، ما عندنا حتى فرحه في تونس الا ما تتحرر فلسطين، وقتها رانا نفرحوا ونخرجوا نزمروا، تو ما عندنا حتى فرحه الا ما تتحرر فلسطين. يعطيك
بارك الله فيك. به مسيو كيما نعرفوا ديما في اخر معناها العام نتمنوا حاجه للعام الجديد. بالنسبه لي كنت شنو تتمنى في العام الجديد؟ والله نتمنى الخير للامه الاسلاميه كل وخاصه للتوانسة والعائلتي والعائله التوانسة الكل، وربي يفرج علينا بجاه النبي العرب الكل يفرج علينا ويحرر فلسطين، وان شاء الله بلادنا من الخاص بلادنا تعبنا برشا كل صراحه ما نسحقوش هذا كله، تعبنا من 10 سنين معناها ال 10 سنين يسالونا ومن بعد الكوفيد ومن بعد هذا كله، والله تعبنا ياسر. احنا غير التوانسه ديما نقول الحمد لله، حتى يتعدى واحد تو يتعدى واحد تو تلقاه يطلب ويقول لك الحمد لله. احنا التوانسه نحمد ديما نقولوا في ربي منحنا هاك تشوفوا المطر كيفاش رجعت الخير عشان خاطر ديما نحمدوا في ربي. احنا التوانسه نحمدوا ياسر ربي نحمدوا برشا. تعلمنا الصبر، هذه حاجه باهيه. تعلمنا الصبر وما زلنا نصبروا. اللي تعدى علينا ما يظل ما عادش تعدى حاجه اكثر من اللي تعدات، تعدى علينا كوفي، تعدى علينا المواد الغذائيه هذه، وتعدات علينا برشا حاجات صعيبه. احنا باذن الله هنا نجاهدوا قاعدين، اما ماناش بالسلاح، اما والله نجاهدوا قاعدين نجاهدوا في برشا حاجات، وان شاء الله بقدره ربي الناس كل تعرف اللي راهي ماناش كل راهي. احنا التوانسه راهي بلادنا ذي، راهو لازم يعرف اللي يخدم في الاداره راهو كي يمشي يعطل يعطل خوه، واللي راهو باش يمشي يقضي فهمتي ولا يزاد يعطل خوه. يلزمنا كنا نعيشوا، علاه ما نحبوش بعضنا احنا؟ بربي علاش ما نحبوش بعضنا؟ علاه ما نحبوش بعضنا الناس كل؟ علاش انا يلزم نجيب كان انا نسيبك تقضي لي الورقه ذيك وكان ما تعرفني يا خويا احسبني انا زاد نسيبك انا؟ يخلينا كنا نحبوا بعضنا التوانسه وفك علينا من الحكايات الفارغه اللي ما تنفعناش ونجيبوا الحاجات اللي تلمنا الناس كل. العدل لازم. العدل وتحبني ونحبك ومش يلزم انا عندي فلوس باش تقضي لي وليتني لابس كوستيم باش تقضي لي يا خويا عطني هو ربي سبحانه عز وجل يقول لك انما المؤمنين اخوه يا خويا عليه الكره عليه حتى في العائلات بربي من هنا حتى للعام الجديد بربي للعائلات اللي متعاركين جاي ربي تصالحوا راهي الدنيا فانيه. اهم حاجه صله الرحم. راهي الدنيا ربع ساعة، راهم بعد كي يموت لك حد راك ما عادش تخلط في القبر وتقول له سامحني، يا ودي بربي راهي المحاكم تعبات، ما نساش نحكي في ندخل في راهي المحاكم تعبات، فهمت ولا على متر تراب وعلى الشباك وعلى يا ودي راهي عيب، راهي الدنيا فانية، راهي حد ما يسيس معاه، راك تشوفوا احنا تفرجنا في درنا مساكن ليبيا كيفاش وخيانا في ليبيا حومة كاملة مشات، كانت راهو حتى حد ما يملك، راهو الملاك هو الله سبحانه، راهو الملك لله. بربي في العام الجديد هذا نحبوا بعضنا التوانسه الكل، واللي متعارك مع خوه يمشي يبوسه، واللي متعارك مع واللي عنده مشكله عنده مع مرته معاه يمشي ونصالحوهم يرجعوا لبعضهم، راهي الدنيا فانيه، راهي ما تقعد كل كلمه طيبه، راه وين بابا وين ابوك وين عزيز وين عزيزك راهي فانيه ما فما شيء، نحبوا بعضنا، علاش الكره؟ علاش الحقد اللي فينا؟ نحبوا بعضنا الناس الكل. خلينا نبداو عام نظيف ان شاء الله، نبداو بالمحبه ونبداو بالصلح، ما يسالش ان نمشي ونصالحوا بعضنا، وبالاخص العائلات راهي مصيبه ولات في العائلات، راهي مصيبه تسمع البو يهز الام راهو لدار العز، راهو يمشي بالنسبه لي هذه ما تتحكيش يلزمها، راهو ما يلزمش عندنا تونسي يهز امه لدار العز، ما يلزمش تصير هذه واحد تونسي يمشي يهز امه لدار العز. يعطيك الصحه مسيو. ربي يبارك لك، ربي يعزك.